أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم. يعني وظيفتي كرسول مش أن أنا أخذ منكم أموال ولا أترأس عليكم، لأن أنتم ممكن يكونوا خايفين أن هو يكذب على الله من أجل رئاسة أو زعامة أو أموال، لكن هو لم يطلب شيئا من ذلك، إنما هو وظيفته أن يبلغ رسالات الله لكم. والقرآن رسالة الله إلى الناس، مين اللي بلغها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا بيتخذ من البشر رسلا ليبلغوهم رسالة الله عز وجل. ربنا يريد أن يأمر الناس وينهى الناس، فجعل الواسطة في ذلك الرسل. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. يعني هل الرسول يأتي بشيء مضاد للمصلحة؟ يعني حتى في رسالة الإسلام الحرام تجد أنه الغالب في أمور المحرمة أنها أشياء ضارة. يعني الخمر حرام، ليه؟ ضرر على الإنسان. التدخين حرام، ضرر على الإنسان. الخنزير حرام، ضرر على الإنسان. فربنا عز وجل لا ينهى إلا عن كل خبيث قبيح، ولا يأمر إلا بكل خير طيب. فحتى بالعقل كده، أنت ليه تعارض الشريعة وليه تعاند الشريعة؟ دي الشريعة فيها مصلحتك أولا في الدنيا قبل الآخرة، فالشريعة جاية متوافقة مع ما ينفع الناس ومع مصالحهم. يأكلون الأكل الطيب، يحسنون معاملة الناس، يتكلمون الكلام الطيب، يصلون أرحامهم، يبرون أباهم. حتى لما هرقل بيسأل أبو سفيان وبما يأمركم الرسول اللي جاء عندكم ده بيأمركم بإيه؟ قال يأمرنا بالصلاة والصلة والعفاف. يعني لما جه يفكر النبي بيدعو لإيه؟ بيدعو بأشياء طيبة جميلة، العفة، صلة الأرحام، الصلاة. هل دي أمور حد ينكرها؟ سبحان الله. فالرسل جاءت لنصح البشرية، ومع ذلك يعني كثير عاندوا وعارضوا هذه الدعوة. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالعلماء هنا قالوا هو إيه اللي يعلمه سيدنا نوح وهم لا يعلمونه؟ فكثير من المفسرين قالوا لأنه يعلم أن عذاب الله لا يرد عن القوم المجرمين، هم ممكن غافلين عن هذه الحقيقة، فاكرين كده لما يعندوا ويستكبروا لن يصابوا بأذى أو ضرر. إنما نوح عليه السلام يعلم يقينا أنهم لو تمادوا في غيهم وظلمهم لعاجلهم الله بالإيه؟ بالعقوبة. لكن المعنى بشكل عام إن النبي أعلم بالشريعة من الأتباع. يعني من هو أعلم الناس بشريعة القرآن والدين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حد أعلم منه؟ فهو أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم من شريعته ورسالاته ما لا تعلمون، واللي منها أن عذابه لا يرد عن القوم المجرمين، لأن هم مش متأكدين أو معارضين أو يعني غير متيقنين من هذه الحقيقة.